اليوم باش نحضروا مع بعضنا مقروسه والا سيترون حلو لوز تونسي. نتعديو للمقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم باش نحضروا مع بعضنا مقروسه والا حلويات تونسيه باللوز. لهنا عندي 200 غرام لوز، هذه هكا ارطب مرحي خليته مرحي. عندي لهنا ابيض نتاع حبه بيض، عندي الزيت نتاع القارص هذيا الليمون الحامض قشقشته كيما هكا، وعندي لهنا 80 غرام سكر محور سكر بودره، عندي هذيا الفستق للزينه، وعندي لهنا 10 قارص هذيا الملقات اللي باش نقشو بيه كعبات المقروسه نتاعنا. نبداو بسم الله. اول حاجه نعملها باش ناخذ هذيك اللوز نتاعي كيما هكا باش نحطه في البول، ونضيف عليه السكر المحور هكا، ومن بعد الزيت نتاع السيترون هذه هكا ولا القارص الحامض هكا، باش ناخذ مغرفه صغيره باش نضيف مغرفه قارص عصير الليمون الحامض هكا مغرفه صغيره، ولهنا هذه الابيض نتاع البيض كسرته شويه بال معناتها ركبته شويه بالفرشيطه، وباش نضيف هكا صب شويه ولمت لهنا اللوز نتاعنا في ساعة يشرب. انا صبيت نص الكميه مش النص تقريبا، خليت منها شويه، اما لهنا انا باش نكمل هكا الابيض نتاع البيضه كامل ونشوف. نلم الدنيا تحصل على بات ملمومه هكا، الحقيقه هذه الوصفه انا خديتها على لمسه صنيفه، ربي يبارك لها. هو احنا معروف علينا معناتها الحلو التونسي في تونس، الحلو التقليدي باللوز، لكن البارح هي ما انت عملت الوصفه كيما هكا عجبتني، قلت علاش لا ما نجربهاش. اذا هكا هذه هكا البات نتاعي اللي تحصلت عليها، شوفوا كيفاش هكا هكا اللوز نتاعنا هكا هكا، معناتها 200 غرام اخذولي ابيض حبه البيض فقط، ما لا اكثر لا اقل، من غير حتى زياده. شوفوا كيفاش هذه هكا. توا باش نشكلو نبداو نشكلو الكعيبات نتاعنا ونقرصوهم. لهنا توا خديت الطبق نتاعي فرشت فيه بابي كويسون، لهنا باش ناخذ الكعيبات هذوما هكا نكعبرهم. شوفوا كيفاش ناخذهم هكا كعيبات هكا نكعبرهم هكا. لهنا خديت سكر جلاس كيما هكا باش نحطهم في وسط السكر جلاس هكا، شوفوا كيفاش هكا. ونجي لهنا باش ناخذ هذيك شطر كعبة الفستق ونحطها في الوسط هكا، ونقعدو ناخذ لهنا هكا باش نبدل الموتيف شوية. ناخذ هكا كوا 2 3 وهذه 4 هكا، نجي في الوسط لهنا ونعمل هكا. هيبا فوالا هيدي هكا كعبة المقروسة نتاعنا، هذيا شكل. نزيدو شكل آخر، نغطسوها كيما هكا في السكر المحور، نعبرو كعيبات الكل هكا بالشكل هذا، بعد ندورو نقرصوهم الكل.
كملت شكلتهم طويت الكل ديالهم الكعبيت وتو باش نرجع نعملهم المقرصة هكا نرجع نشكلها. نزيد نوريكم حبة هكا كيفاش شكل اخر مثلا موتيف واحد اخر هكا كنتو بينا لهنا هكا باش ما تقطعناش العجينة. هذه هكا المكروسة نتاعنا نكمل نشكلهم الكل ونرجع لكم. خذوا معاك كعيبة السيترون نتاعنا ولا المقروسة حضروا كملت شكلتهم. سخنت الفور على 180 درجة ندخلها ميتيبو. هذو ما توا كعيبة المقروسة ولا السيترون نتاعنا حضروا شوفوا كيفاش شطريين نودكم ولا نشهيكم وريحة القارص ولا الليمون فيهم ما شاء الله. يعني ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. في وصفة اخرى وبسلامة.